أستاذ أحمد يحيى، أنتم في الميدان اللي تغسوك الاحتجاجات المتضررين يقبل تكاثرت بشكل كبير من ارتقان تغييت في تكس وكل يسندان ارتقان تغييت في القانون 113-13 ارتقان تغييت في التصفيد الجماعي اللي كان تلاقي نوع عند سرتيت اللي بتول الدولة الشعار نص المجانية فابور الخطاب اللي يدير كل ميدن ويقام غلط أموكريساد يقوت المتضررين تغويت نسن لكم المسؤولين، ولكن رغم ذلك أفسي أرتي لي ما اقترحت اختنيتنك ما سيمكن عدم ظلميد إزرفان دات سرين أي دانسن لممتلكات نسن ذات سبيد طرعيت ليلان في كالي ونسن دوية دانسن تنمر بإضافة ذلك يمكنك تفعلت الأسئلة اللي تطرحني في حدود 10 دقائق. كفر بس الجوالي ما تعرفش 10 دقائق قلت مشكلة باش الأخيرة التي إيجا مستحيل يستحيل، ولكن كلام تذكرية الإشارة يقومتنا الأستاذ إذ بن قاسم حسان، أنا كنت أشكر في المداخلة القيمة. اللحظة اللي غيشير لتأسيس الجامعة السودانية غايت نمر وكان غينا إنا بلي أنه ظل السر على الأرض نصنع عيدة صنع بإغامة نسكن قيس التحفيظ الجماعي فإصدور أضحف نفيك اليوم نصنع كلبنا. وكان غير تنغي الأستاذ ابن القاسم حسان أن التحفيظ الجماعي اللي في المدنغين لا علاقة له بظهير 25 يوليو 1969، وإنما تم سلوك المسار التحفيظ الجماعي وفق المادة 16 من القانون التحفيظ العقاري اللي ورث للمجانية لغلد الإجراءات العادية، ولكن في آن واحد. وكان سيد الأستاذ القاسم ولكل المتخصصين سن المادة 16 من ظاهرة التحفيظ العقاري التي تختلف كلية من حيث الشكل ولا من حيث المضمون مع ظاهرة التحفيظ الجماعي اللي تختصها الأستاذ الغالي 1969. وكان قد ساكن قبل لي أن الإشكالات المرتبطة بالقانون هذا أنه يمكن يسمياس بعد المعاينة والاختبار وتمحيص الأمور على أرض الواقع أنه إيجا تحديد إداري للملك الغربي بطريقة تلسية. وكان الانتناقيد أن التحفيل الجماعي ينصب في غالبيته المناطق الأمازيغية على المناطق اللي ولد يذكر التحديد الإداري للملك الغربي. علاش؟ لأن التحديد الإداري التي يذكر العهد الحماية التي يذكر الظروف اللي غيرها انتزاع الأراضي عن طريق تغاضي عن سلوك المساطير القانونية، لأنه ولاد مع وسائل التقدم التكنولوجي التطور الرقمي للخير كلوت إشقاص في الإدارة المياه والغابات أتسكر التحديد الإداري سخن للنسلية اللي تسكر عهد الحماية لأنه تعرض إلى المواجهة أمام المحاكم. وكانت مجموعة مناطق اللي غيتي وسكر التحديد الإداري في 89 اللي بدأ 89 غير درس مداد ولا غد مناطق نتفلو تمتاد لنسن أتي لا درس المشكل لأنه وتزل جوز دارن أدفكون أمو كريس التعارضات لسبب بسيط وهو القضية التبليغات ده العيوب اللي لن غد منظومة العدالة معه. وكانت التحفيظ الجماعي قد الصغار إلى اللي ديوين باش يسفوتن يسكسني كاليون إمدن بطريقة تدليسية، لأنهم نصف التحفيظ الجماعي أرك تغلب اللي أنه إسيقى تحفيظ جماعي شامل إساقى يتين القرار أشكين أرد تعبار عدد أي ممكن دينة الخلافات أثناء لعملية التحديد أو لما يسمى بالبحث الجزئي، في حين أنه هو وكان غير تقترح في الإخوان الجامعة الصيفية أظن حلقة خاصة أو ليتنظر خاصة على ما يسمى بالإجراءات التحضيرية، لأن المحدد على عملية التحفيظ الجماعي وتيجي بداية المسطرة أو القرار الوزير بتحديد منطقة ما منطقة التحفيظ الجماعي، وإنما
الأعمال التحضيرية التي تشكل غالبا بعد صدور المؤسسات المجالس الجماعية. الأعمال التحضيرية يتم فيها تحديد المنطقة، يتم فيها إجراء بحث عن طريق نورمالمون المياه والغابات، المحافظة، وزارة الداخلية، الجامعة الترابية المالية، ولكن الحقيقة أن ميسكر التحديد هي إدارة المياه والغابات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة على القرية، بناء على الاتفاقية لدار غراسن أنه لا يمكن تحديد أي أو تحفيز أو الشروع في عملية تحديد أي ملك مجاور للملك الغابوي. وكانت نغيد أثير تعتمد على القرينة الغابوية وليس فقط على التحليل الإداري. وجود ما يسمى بالقرينة الغابوية أرك شمن من عن كل كلي ولنكس كلاسن خط أحمر رسم لي زون وج. فالنتيجة أنه وراء بلونسين صفقة المتعلقة اللي تفوتني الشركات الخاصة لعملية التحديد أو البحث الجزئي والقانوني كنت نسكن البحث والخيرات كانت مسائل تقنية وخطيرة تنتي أي كانت التحفيز الجماعي ماشي الظاهر ماشي كراهية. المرحلة صدور القرار الوزاري بتحديد منطقتنا التي تشكى بعد ما يكون قد تم تحديد المناطق المسموح بتحديدها والمناطق الموجودة في المنطقة الحمراء الممنوعة. وكذا تختن وراء تبين الوقائع يعني كني توقعي غادي تسن شد وجد وجدال انتظر غير الخرائط إلى المحافظة أو وين تنسكين لحدود الساعة مثلا على المنطقة انتدت التحفيل الجماعي. وكان غير أرتجاه الخيرات ذي الإخوة الحقوقيين المرموقين وعلى رأسهم الأستاذ ابن القاسم حسن أرسلتني أن التحفيل الجماعي المعتمد إلى قرصة للقانون في الدستور، لكن لا إمكانية في ظل عدم إجراءات حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية من طرف المتضررين لا إمكانية لهم لسلك المستعرض. السؤال غير المذكرة للمحافظ العام الموجهة إلى السادة المحافظين على الأملاك العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري المذكرة عدد 05/2018. فإلا غير نقاش قانوني فتلك مذكرة وليس قرار إداري. التاريخ إيجاز 26 مارس 2018 أتي الصف ضغط الواتساب الأستاذ الجوهري باش غاص ضموم إلى وثائق الملف. وكان خصتك وصمة عار جبين المنظومة القانونية المغربية لأنه تبين ضياع الحقوق للمتضررين كلهم غير اللي نقدر نكنغي هذا المنطقة نزلت لأنه غير المحافظ العام أمام غياب مقتضى خصتك الفقرة 1 2 3 4 الفقرة الأولى من الصفحة الأولى أمام غياب مقتضى قانوني صريح في ظاهر 25/7/1969 المذكور يلزم المحافظة بتحرير استدعاءات شخصية إلى آخره. كذلك كانت الصفحة الثالثة إذا نغيد من نوت الفقرات أغيد تعود أنه انعدام نص قانوني صريح يلزم المحافظ يعني لي أنه من الخيمة خرج مايل من 69 ولقيتي اللي حتى النص كأحتيال المرسوم التطبيقي ولا نصوص تنظيمية ولا هم يحزنون فقط اعتماد القانون المسكوت عليه. كذلك الفقرة الثالثة باش التزريب جانب التدليس مازلتني نغيد وكان الخلاد إيقايا كافي باش نتبلي أن الموضوع إيقا خطير وخطير جدا. الفقرة الثالثة من المذكرة للمحافظ العام المعتمد حاليا اللي تأكد من التدليس من أجل تفادي الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن عدم موافقة طلاب التحفيظ على عملية تحديد العقارات موضوع مطالب التحفيظ المقدمة من قبلهم يتعين الحرص على طلب موافقتهم على العمليات المذكورة خلال مرحلة البحث القانوني. وكان الأجراء الأخيرة التي نظرت ترتوي المطبوعة فارغة أرجس انتزاع الاعتراف بعملية التحديد مع المجهول. وكان القانون اللي غير الاعتراف المحافظ بعدم وجود نصوص تطبيقية ولا مراسيم تطبيقية ولا نصوص تنظيمية إيقا تضييع الحقوق الأرض وما فوق الأرض وما تحت الأرض من ترو إيقا مسألة خطيرة من ناحية القانونية اللي تخصف لزيدية النضال
لأنه الحقوق دائما تلي في إطار التلازم مع الواجبات. وكان الخيرات آلة سهالة، لأن المميز للقانون هذا كان الخطاب للرواج المجلس الإذاعي، قالت المجانية والمرونة في إعداد الوثائق ومنح الشواهد الإدارية. أغلب الناس مهاجرين يتم السطو على أراضيهم عن طريق العملية التحديد، والباقي أرستاوين. ما كان السبب اللي غارتين المجموعة من بنات السند الخيرات، وهو أنه تلدرسنا الرغبة في السيطرة والاستيلاء على أراضي أي تلدرسنا اللور حاضرين، وكان غادي يوقعان يتمجزرة حقوقية حقيقية أمام انعدام النصوص اللي تلزم المحافظة باتباع مساطر مضبوطة، وكان غادي غير ضياع الحقوق. بس يحيى الاكسوريات هي تسدد المهم الخير هذا تيقول غير تهمني دقيقة هندرك المذكرة هذا اللي خصها الموضوع تنبير النقاش غير اللي خصها تيق الموضوع نولي الموضوع كذلك ما يسمى بالأعمال التحضيرية، لأنه غير خصها أكيد توعد نحضر بتنمية جميعنا.